ارنا قول لي يا استاذ الاله واش ما كانش شي شي خطا؟ لا كان خطا. شو هو الخطا؟ الخطا هو انني اتقت بان المنافسه غادي تضبط الايقاع في السوق، والمنافسه غادي تهبط الاسعار من واحد الثمن لاخر. هذا ما لم يكن بالحسبان، انه ربما انا تنقول لك بصراحه ووضوح، ربما انت من خلال الناس ديالك والرؤساء ديال الشركات تفقتيو على شي طريقه باش ديروا شي منافسه اللي تخليكم تاخذوا من صندوق المقاصه داك الشيء اللي كنتيو كتاخذوا بشكل او باخر او اكثر كاع. وهذا ضد يعني المبادئ والقيم والاخلاق والعقائد والشرائع وكل شيء. لان هذا الى تقبلت المنافسه هذه غادي تكون يعني مصيبه. ولكن ولهذا تكلموا الناس ملي راج الكلام بانكم تتبعوا بواحد الثمن اللي ماشي متناسب مع الثمن ديال البترول اللي كان نزل حتى 40 دولار وقل من 40 دولار، وانتم خليتيو تتبعوه بشكل مرتفع والنسبه ديال الارباح ديالكم كبيره، باللي في هذه العمليه هذه ربما تكونوا خديتيو اضافه خديتيو 17 مليار ديال الدرهم اضافيه كشركات توزعتموها فيما بينكم. وهذا طبيعي، لانه حنايا من الاسباب كذلك اللي خلاتني هذه القضيه هذه نديرها هي انه ما كنتيوش ما كان عندنا حنايا كحكومه حتى وسيله باش نعرفوا كيفاش نضبطوا انتم شحال شريتوا ديال البترول اللي كتجيو تطلبوا منا المقصه. اللي كتجيو تطلبوا منا المقصه كتجيبوا لنا ورقه فاتوره كنعطيوكم الفلوس. والسيده اللي كانت ديك الساعات في صندوق المقصه قالت راه ما عنديش الوسائل باش نضبط واش هذه العمليه هذه دقيقه ام غير دقيقه. إذن حنا كنا كنعطيو الفلوس مقابل الوراق. وانا نقول لك صراحه شكيت فيكم، ما تقش باللي نتوما مستقيمين. وغنقول لك واحد القضيه غتكون يكون صعيب تكونوا مستقيمين الا كان من الممكن تجيبوا الوراق وتاخذوا الفلوس. ما تنساوش تخليو لنا الاراء ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات.